أي استفسار يا جماعة قبل ما نبدأ؟ وإن شاء الله هيكون في لقاء إضافي من يوم السبت القادم، السبت الساعة 10 مساء. السبت الساعة 10 مساء، السبت اللي جاي والسبت اللي بعده في لقاء إضافي. في لقاء إضافي علشان نخلص المحاضرات بتاعتنا إن شاء الله. مفيش غير الوقت ده المتاح. هو المشكلة الحد 2 3 4 مفيش أي أوقات متاحة. الوحيد الوقت المتاح من قبل العمادة هو السبت. والله هي دي الأوقات اللي موجودة. ما مش في إمكانيتي. الحاجة اللي موجودة يوم السبت الساعة 10 ده الوقت، هو ده الوحيد الوقت المتاح لكم. فبإذن الله هيكون يوم السبت القادم الساعة 10 هيكون في لقاء بإذن الله. بالإضافة طبعا للقاء اللي هو نفس الموعد بتاع اليوم. تمام. كنا توقفنا عند المحاضرة رقم 18. كنا توقفنا عند المحاضرة رقم 18. تمام، جزاكم الله خير. هنبدأ النهاردة في المحاضرة رقم 19، بيتكلم فيها، احنا نكمل مع بعض الجزء اللي بدأناه في الموازنات. الجزء اللي بدأناه في الموازنات هنبدأ نكمله اليوم بإذن الله. في مبدأ إداري يقول فيه الإدارة بالاستثناء. كلمة الإدارة بالاستثناء هو عبارة عن نظام للإدارة بتركز في الإدارة فقط على أي استثناءات في عمليات التشغيل. يعني الإدارة مش هتدخل في كل كبيرة وصغيرة، ولكن الإدارة هيبقى تركيزها الأساسي على أي استثناءات. اللي بنقول عليها الإدارة بالاستثناء. من ضمن الموازنات في حاجة اسمها الموازنة، ما حدش يكلمنا عن الاختبار الله يكرمكم دلوقتي، إن شاء الله هكلمكم عن الاختبار في اللقاءات الأخيرة. يبقى الإدارة بالاستثناء عبارة عن نظام للإدارة، يعني إنه في حال قيام بعملية المتابعة المفروض تركيز المديرين بيتم توجيهه على الأنشطة أو المجالات اللي بتسير على غير ما هو متوقع. يعني الأعمال الروتينية ما بيتمش التركيز عليها. بيتم التركيز على الأعمال اللي عليها غير الروتينية. يبقى التركيز الأساسي على الأعمال الغير روتينية، يعني الحاجة اللي بيكون فيها تغيير أو يكون فيها تعديل على غير المتوقع. يعني العمليات البيع العادية مفيش مشكلة. أول ما أجد انخفاض حاد في المبيعات يبقى لازم الإدارة تتدخل. نعرف الانخفاض ده نتيجة ايه؟ فدي بنقول عليها الإدارة بالاستثناء. يبقى طالما العمل بيسير بصورة طبيعية الإدارة العليا ما تتدخلش. امتى الإدارة العليا تتدخل؟ لما تجد إن فيه مشكلة تستلزم تدخل الإدارة. لما تجد إن فيه مشكلة تستلزم تدخل الإدارة. تمام. برضه في حاجة اسمها الموازنة الشاملة، معناها موازنة لجميع الأنشطة والوحدات والأقسام اللي موجودة. طب واحدة واحدة كده بقى لما نيجي نشتغل على الموازنات. الموازنات اتفقنا قلنا ليست حكر على قسم معين، لكن طالما هستخدم الموازنات يبقى المفروض جميع الأقسام تستخدم الموازنة. يبقى طالما هستخدم الموازنات يبقى المفروض جميع الأقسام وجميع الإدارات تقوم باستخدام وإعداد الموازنات. لكن المشكلة، هل أبدأ بموازنة الإنتاج ولا المبيعات ولا النقدية ولا المواد الخام ولا الأجور ولا إيه؟ الأول موازنة أبدأ بيها هي موازنة المبيعات، لأن بناء على المبيعات المتوقعة بيتم تقدير جميع عناصر التكاليف وجميع الموازنات الأخرى. يبقى بناء على المبيعات ببدأ إن أنا أقدر جميع الموازنات الأخرى. يبقى أول حاجة أبدأ بيها هي موازنة المبيعات. طب إزاي بنعمل موازنة المبيعات؟ إزاي بنقدر موازنة المبيعات؟ طيب افترضوا كده، بقول تخطط الشركة لبيع 200,000 وحدة خلال السنة. سعر بيع الوحدة 10 ريال.
ومن المتوقع ان المبيعات الربع سنوية كما يجب. السنة فيها 12 شهر، لما نقسمها الى اربع يعني كل 3 شهور، ففي الربع الاول انا متوقع او الشركة متوقعة تبيع 20,000 وحدة، في الربع الثاني التوقع 60,000، الربع الثالث 80,000، الربع الرابع 40,000، يبقى الإجمالي دولت عبارة عن 200,000 وحدة. ونديني معلومة هستخدمها بعدين، إن الشركة بتبيع أو مبيعاتها النقدية بتمثل 60% من يعني بتحصل من قيمة مبيعاتها 60% كاش، وال40% اللي باقية بتحصلها في الربع اللي بعده. يعني مثلا لو باعت في الربع الأول 100,000 تحصل في نفس الربع 60، وال40,000 اللي باقيين تحصلهم في الربع اللي بعده اللي هو في الربع الثاني، وهكذا. يبقى هنا الشركة عدد الوحدات المتوقع بيعها 200,000 وحدة، سعر الوحدة 10 ريال، والمبيعات اللي موجودة في ربع كل ربع سنة 20,000 وحدة، 60,000 وحدة، 80,000 وحدة، 40,000 وحدة. لما اجي هنا اقول موازنة المبيعات اعملها ازاي؟ اقول موازنة المبيعات في الربع الاول انا متوقع ابيع 20,000 وحدة، الوحدة انا متوقع ابيعها ب 10 ريال، يبقى 20,000 ضرب 10 يبقى 200,000. 20,000 ضرب 10 اللي هو سعر بيع الوحدة بالريال يبقى 200,000. يبقى انا متوقع ان انا ابيع في الربع الاول ب 200,000 ريال. طيب في الربع الثاني انا متوقع ابيع 60,000 وحدة، الوحدة ب 10 ريال، يبقى المتوقع بيعه 600,000 ريال. طيب في الربع الثالث انا متوقع ابيع 80,000 وحدة، الوحدة متوقع ابيعها ب 10 ريال يبقى 800,000. طيب في الربع الرابع انا متوقع ابيع 40,000 وحدة. تمام، تقييم ماشي، عدد الوحدات المتوقعة في سعر البيع. من اسهل الموازنات موازنة المبيعات. يبقى في كل ربع عدد الوحدات، ما تستعجلوش وتقولوا السؤال يجي ازاي، ما تركزوش في الاختبار، افهموا يا جماعه الاول، الله يكرمكم. هجيب اسئله كتير والله في اخر لقاءين زي ما عملنا في التكاليف قبل كده مع بعض، هنعمل في الاداريه. يبقى في الربع الاول انا متوقع ابيع 20,000 وحدة، سعر الوحده 10 ريال، يبقى 20 في 10 ب 200. في الربع الثاني عدد الوحدات 60 في 10 ب 600. في الثالث 80,000 متوقع بيعها في 10 ب 800,000. في الربع الرابع 40 في 10 ب 400,000. اجمالي السنه كلها 200,000 وحده في 10 يبقى 2 مليون. يبقى اول موازنه بشتغلها هي موازنه المبيعات. وموازنه المبيعات هي عباره عن عدد الوحدات المتوقع بيعها في سعر بيع الوحدة، عدد الوحدات المتوقع بيعها مضروبة في سعر بيع الوحدة. في مشكلة كده في موازنة المبيعات؟ ناخدها موازنة موازنة. طيب الموازنة اللي بعد المبيعات، الموازنة اللي بعد المبيعات هندخل على طول بعد كده على موازنة الإنتاج. عايز أعرف هي في كل ربع بقى أنتج كام وحدة؟ هتيجي تقول الله طيب ما انا متوقع ابيع في الربع الاول 20,000 وحدة، يبقى المفروض انتج في الربع الاول 20,000 وحدة. الكلام ده يبقى صح لو ما كانش فيه مخزون عندي مواد او بضاعة اول المدة، ولا مخزون اخر المدة عايز احجزه. طب افترضوا كده قبل ما ناخد المثال، لو انا متوقع ابيع في الربع الاول 20,000 وحدة، وعايز احجز عندي مخزون احتياطي 5,000 وحدة، يبقى المفروض انتج كام؟ بقول تاني، انا متوقع تمام ابيع 20,000 وحدة، وعايز احجز كمان مخزون اخر المدة احتياطي، لان ممكن المبيعات تيجي اكتر من 20، عايز احجز 5,000 وحدة كمان احتياطي. برافو عليكم، يبقى المفروض انتج 25.
تمام. طب افترضوا ان انا عندي مخزون اول للمدة 2000 وحدة، يبقى انتج خلال المدة كام؟ برافو عليكم، 23. جبناها ازاي بقى 23؟ يبقى انا بقول متوقع السنة الجاية او الشهر الجاي او الربع الجاي ان انا ابيع 20,000 وحدة، وعايز كمان احجز يكون عندي مخزون احتياطي 5000. خلاص يبقى انتج 25. طب انت عندك من السنة اللي فاتت مخزون متبقي 2000 وحدة، عندي مخزون اول المدة 2000، يبقى المفروض انتج كام؟ انا المفروض انتج 25. طب انت عندك منهم 2000، يبقى انتج الباقي، انتج اللي يكمل ال 25، يبقى انتج 23. يبقى انتج 23. يبقى مخزون اول المدة عندي اللي هو ال 2000 بيطرح من اجمالي المخزون او اجمالي الانتاج اللي المفروض انتجه. اعيدها تاني عن طريق ايات معادلة. المعادلة بتقول ايه؟ ان عدد الوحدات المفروض انتجها بتساوي المبيعات المتوقعة زائد عدد وحدات مخزون اخر المدة ناقص عدد وحدات مخزون اول المدة. اعتقد كده واضح. يبقى علشان اعرف انتج قد ايه كل ربع اقوله طيب بتساوي المبيعات المتوقعة خلال الربع ده كام، اضيف عليها مخزون اخر المدة اللي انا عايز احتفظ بيه، اطرح منه مخزون اول المدة. طيب بيقول لي الجدول اللي جاي ده فيه موازنة انتاج. قال لي افترض ان مخزون اول المدة كان 2000 وحدة، والشركة عايزة تحتفظ بنسبة 20% من المبيعات المتوقعة للفترة، عدلوا معايا الكلمة دي، للفترة التالية مش الحالية، الفترة التالية دي كده هنشطب عليها المبيعات المتوقعة للفترة التالية. المبيعات المتوقعة للفترة التالية مخزون آخر الفترة وأول الفترة قدام اهوت معطيين دلوقتي. ركزوا معايا الله يكرمكم. ناخدها واحدة واحدة. هو الشركة عايزة تعمل إيه؟ بيقول لي عندي مخزون أول المدة 2000، وعايز أحتفظ بمخزون آخر المدة، ما قالش رقم معين، أمال قال إيه؟ قال 20% من المبيعات المتوقعة للفترة التالية. يعني أنا دلوقتي الربع الأولاني متوقع أبيع 20,000، وفي الربع الثاني 60، وفي الربع الثالث 80، وفي الربع الرابع 40. هنطبق المعادلة دي، بقول المبيعات اللي متوقعة كام؟ أزيد عليها مخزون آخر المدة، اطرح منها مخزون اول المدة، بيساوي على طول المفروض الانتج كام. خدوها كده ربع ربع. الربع الاول انا متوقع انتج 20,000 وحدة، كويس. طب انت مخزون اخر المدة اللي عايز تحتفظ بيه كام؟ ال 20% من مبيعات الفترة التالية، مش الفترة التالية عندي بتاع الربع الاول هي الربع التالي. ادي الفترة التالية انا متوقع ابيع الفترة اللي جاية 60,000 وحدة، عايز احجز منهم 20%، هناخد ال 20% ضرب ال 60، 12,000 وحدة. تمام. يبقى انا متوقع ابيع 20 وعايز كمان احتفظ ب 12، يبقى المفروض احتياجاتي كلها 32. بس هو مديلي قال لي انت عندك اول المدة 2000 وحدة. طب لما احب انتج 32 وعندي مخزون اول السنة 2000، يبقى المفروض انتج كام؟ المفروض انتج 30,000 وحدة. يبقى الوحدات اللي المطلوب انتجها 30,000 وحدة. يبقى في الربع الاول اهو خلاص عبارة عن
الوحدات المتوقعة بيعها 20. جبت ال 20 منين؟ من موازنة المبيعات زائد مخزون آخر المدة اللي أنت عايز تحتفظ بيه كام؟ قال 20% من المبيعات بتاع الفترة اللي بعدها. تمام، 20% من 60,000 يبقى 12، يبقى 20,000 زائد 12,000 يبقى 32,000 كل الاحتياجات بتاعتي. طب انا عندي من ال 32,000 يبقى المفروض انتج الباقي اللي هم ال 30,000 وحده. تمام، تعالوا نفس اللي عملناه في الاول هنعمله في الثاني. في الثاني انا متوقع ابيع كام؟ متوقع ابيع 60,000. جبت منين ال 60,000؟ جبتها هي من موازنه المبيعات في الربع الثاني 60,000. وعايز احتفظ ب 20% من مبيعات الربع اللي بعده. طب ما مبيعات الربع اللي بعد الثاني 80,000، يبقى ال 20% في ال 80,000 بتساوي 16,000. يبقى انا عايز المتوقع ابيع 60 وعايز احتفظ ب 16، يبقى اجمالي الاحتياجات بتاعتي كلها 76. خد بالك بقى من اللي جاي، مش المفروض انتوا خدتوا قبل كده ان مخزون اخر الفتره بتاع السنه اللي فاتت مثلا هو اول الفتره الجديده؟ يعني مخزون اخر شهر واحد مش ده اول شهر اتنين، واخر شهر اتنين هو اول شهر تلاته، صح ولا لا؟ مش مخزون اخر فتره معينه هو يعتبر مخزون اول الفتره اللي بعدها؟ عشان كده هنيجي نقول مخزون اول المده في اول ربع كان نقطه. طب مخزون اول المده في الربع الثاني هو اخر الربع الاول، يبقى المخزون بتاع اخر الربع الاول هو عباره عن اول الربع الثاني. يبقى كأن بقول له المفروض انتج في الربع الثاني 76,000. تمام، اقول انا عندي منهم 12 متبقيين من الربع الاول، يبقى 76 ناقص ال 12 يبقى المفروض انتج 64. نأكد عليها في الربع الثالث، هذه في الربع الثالث متوقع ابيع 80 زائد مخزون اخر الفترة 20% من الربع اللي بعده، فالربع الثالث 20% من الربع الرابع من ال 40,000 يبقى 8,000. يبقى انا عايز دلوقتي متوقع ابيع 80 وعندي اخر المده 8، يبقى الاجمالي 88,000، اجمالي احتياجاتي 88,000. طيب عندك منها اول المده كام؟ اتفقنا قلنا اخر الربع الثاني هو اول الربع الثالث، يبقى على طول اخر الربع الثاني هو اول الربع الثالث. تمام، برافو عليكم. معنى كده ان انا عايز انتج 88، اشيل منها ال 16 اللي عندي من الربع اللي فات، يبقى المفروض انتج 72,000 وحده. طب ركزوا بقى كده في الربع الرابع. الربع الرابع انا متوقع ابيع 40,000. طب مخزون اخر المده ده، مش المخزون اخر المده عباره عن 20% من الربع اللي بعده؟ هو الربع اللي بعد الربع الرابع ايه؟ مش الربع الرابع ده بعديه الربع الاول بتاع السنة الجديدة؟ تمام، اللي هي كام بقى؟ اللي هي ال 15,000 دي. هو قال له بقى الربع الاول من السنة الجديدة 28 15,000 واحد، يبقى لما ضربت دي في 20% هيطلع 3,000 واحد. يبقى ال 3,000 واحد دول جم منين؟ عبارة عن 20% من ال 15,000. ال 15,000 ديت اللي هي عبارة عن الربع الأول السنة اللي جاية. يبقى الربع الأول السنة اللي جاية 15، عايز أحفظ فيه 20% يبقى 3,000. أنا بعيد وأزيد فيها تاني والله. ال 3,000 دي جت منين؟ بقول الربع الرابع دلوقتي، مين الربع اللي بعده؟ الربع الرابع دلوقتي اللي بعده الربع الأول في السنة الجديدة. طب الربع الاول في السنه الجديده متوقع تبيع كام؟ مديها له علما بان المبيعات المتوقعه في الربع الاول للعام الجاي الجديد اللي هو عام 28 15,000.
يبقى في الحالة دي ال 3000 دول جم منين؟ 20% ضرب ال 15000، يعني 20% ضرب 15000 بتساوي 3000. تمام ماشي ممتاز. هاجي بعد كده اقول انا عايز متوقع ابيع 40 وعايز مخزون كمان 3 يبقى 43، اشيل منها المخزون بتاع اخر العام السابق او الربع السابق اللي هو 8000 اخر الربع الثالث واول الربع الرابع يبقى 43 ناقص 8 يبقى 35000. 35000 يبقى انا كده جبت اللي هي الانتاج او عدد الوحدات الواجب انتاجها في كل ربع. يبقى في الربع الاول المفروض انتج كام؟ الربع الاول المفروض انتج 30000 واحد، والثاني 64000، والثالث 72000، والرابع 35000، اجمالي السنه كلها مجموعهم 201000. واضح يا جماعه؟ موازنه الانتاج، يبقى احنا خدنا لحد دلوقتي موازنه مبيعات وموازنه انتاج. طيب الموازنه المواد مش عايزينها، المدفوعات النقديه مش عايزينها برضو. طيب الموازنه العمل، يبقى كده خدنا، عدوا معايا، موازنة المبيعات ثم موازنة الإنتاج ثم موازنة العبور. الربع الرابع تاني، الربع الرابع عدد الوحدات المتوقع بيعها 40، أجمع عليها المخزون بتاع آخر المدة 20% من الربع اللي بعده. اتفقنا قلنا الربع الرابع ده الربع اللي بعده عبارة عن إيه؟ عبارة عن الربع الأول في السنة الجديدة. آدي الربع الأول في السنة الجديدة مديها لي معطيات عبارة عن 15000 وحدة ضرب 20% يبقى 3000. 40 زائد 3 يبقى إجمالي احتياجاتي 43. ال 43 أشيل منها مخزون أول المدة اللي هو آخر الربع الثالث، يبقى الوحدات المطلوب إنتاجها 35000. ندخل بعد كده على موازنة العمل. يبقى خدنا موازنة مبيعات وموازنة إنتاج وموازنة إنتاج، بعد كده أهوت موازنة العمل. موازنة العمل يعني معناها إيه؟ معناها عايز أعرف الوحدات اللي أنا هنتجها في الربع الأول وفي الربع الثاني وفي الربع الثالث وفي الربع الرابع هتكلفني أجور قد إيه؟ فقال لي افترض إن وحدة المنتج الواحدة بتحتاج 4 من 10 ساعة وقت، ومعدل أجر الساعة 6 ريال. يعني كل وحدة علشان أنتجها عايزة مني 4 من 10 ساعة، ومعدل الأجر 6 ريال لكل ساعة. طب لما أجي أعمل بقى موازنة الأجور هي عبارة عن إيه؟ نفس الكلام. موازنة الأجور، تلاحظوا حاجة بعد كده بعد إذنكم، إن في موازنة الإنتاج ببدأ بالمبيعات المتوقعة اللي جبتها من مين؟ من موازنة المبيعات. طيب في موازنة الأجور هيكون نقطة البداية بتاعتي الإنتاج اللي المفروض ينتجه في كل ربع. يبقى في كل ربع لما أجي أبدأ موازنة الأجور هيبقى بدايتي الوحدات المفروض أنتجها في كل ربع. تمام؟ يبقى في موازنة الأجور بدايتي، تمام، موازنة الأجور بدايتي عدد الوحدات المطلوب إنتاجها، اللي هي في كاتب جدول رقم 2 اللي هي في موازنة الإنتاج. أنا كنت متوقع أنتج في الربع الأولاني 30000 واحدة، والثاني 64، والثالث 72، والرابع 35، اللي هي آخر أرقام في موازنة، آخر أرقام في موازنة الإنتاج. طيب واحدة واحدة بقى كده. في الربع الأول أنا عايز أنتج أو متوقع أنتج 30000 واحدة. الوحدة بتاخد زمن 4 من 10 من الساعة. يبقى ال 30000 هياخدوا كام؟ يبقى ال 30000 ضرب 4 من 10 على طول بتساوي 12000 ساعة. يبقى معنى كده الربع الأول أنا محتاج 12000 ساعة، ممتاز. طيب الساعة هتكلفني كام؟ اروح ضارب الساعات ديت في معدل الاجر 6 ريال، يبقى اجمالي الاجر المتوقع في الربع الاول 72000. اعتقد دي اسهل كمان من المبيعات. يبقى انا ببدا في كل ربع عدد الوحدات المتوقع انتاجها.
أنا متوقع في الربع الأول أنتج 30,000 وحدة. طيب كل وحدة بتحتاج مني وقت 4 من 10 من الساعة، يبقى ال 30,000 محتاجة 12,000 ساعة. طيب الساعة بكام؟ ساعة ب 6 ريال، يبقى ال 12,000 ساعة بكام؟ 12 في 6 ب 72. نعم، لازم الأول أحول عدد المنتجات، أقول والله هتحتاج كام ساعة، وبعد كده أخد الساعات وأضربها في معدل الأجر. نفس الكلام الربع الثاني، أنا متوقع في الربع الثاني أنتج 64,000 وحدة، كل وحدة برضو بتحتاج مني 4 من 10 من الساعة، يبقى بالتالي هتحتاج مني قد كام ساعة إجمالية؟ إيه كام ساعة؟ 25,600 ساعة. طب ما الساعة ب 6 ريال، يبقى الإجمالي بيساوي كام؟ يبقى الإجمالي بتساوي 25,600 ضرب 6 153,600، وهكذا في الربع الثالث وفي الربع الرابع. في الربع الثالث أنا متوقع أنتج 72,000 وحدة، وكل وحدة محتاجة 4 من 10 من الساعة، يبقى ال 72,000 وحدة دولت لما أضربهم في 4 من 10 من الساعة هيساوي هو بنفس الكلام هيساوي 28,800 ساعة. طب الساعة الأجر بتاعها بكام؟ ب 6 ريال، يبقى 172,800. طيب في الربع الرابع 35,000 ساعة ضرب 4 من 10 يطلع لي 35,000 وحدة آسف، ب 4 من 10 من الساعة، يبقى أنا محتاج في الربع الرابع 14,000 ساعة. طيب الساعة بكام يا عم؟ الساعة أضرب على طول في المعدل بتاع الساعة، نفس الكلام في الربع الأول والثاني والثالث، يطلع لي على طول إجمالي الأجر الخاص في الربع الثالث في الربع الرابع. نفس الكلام في السنة، دول مجموع الإنتاج كله في السنة 201,000. ال 201 دولت عبارة عن وحدات، اضربها في عدد الزمن اللازم لإنتاج الوحدة يديني إجمالي الوقت قد إيه، اضرب إجمالي الوقت في معدل الأجر يدي لك إجمالي الأجر خلال السنة قد إيه. إذن عدد الوحدات المطلوب إنتاجها ضرب الزمن اللازم لإنتاج الوحدة يدينا هنا إجمالي الساعات المخططة. بعد كده اخد اجمالي الساعات واضربها في معدل الاجر يدينا اجمالي تكلفة العمل المباشر. اللي احنا عملناه كده، الوحدات في الزمن في المعدل، الوحدات في الزمن عشان اجيب الاول اجمالي الساعات، بعد كده اخد اجمالي الساعات واضربها في معدل الاجر يطلع لي على طول اجمالي تكلفة العمل الدين. واضح يا جماعة؟ طب التكاليف الإضافية، بيقول لي هنا موازنة التكاليف الإضافية عبارة عن جميع أنواع التكاليف بخلاف المواد المباشرة والأجور المباشرة. طيب في الموازنة التكاليف الإضافية قال لي هنا إيه بقى؟ افترض أن شركة البضائع تقوم بتقدير التكاليف الإضافية المتغيرة بمعدل 2 ريال لكل ساعة عمل. يبقى لما اجي اعمل الموازنه بتاع التكاليف الاضافيه هيكون الاساس اللي فيها عندي ساعات العمل المباشر، اللي هي ايه؟ اخر رقم ساعات العمل المباشر اللي هي اخر رقم، اللي هي الرقم اللي هي اجمالي الساعات، يعني في الربع الاول 12,000 ساعه، في الثاني 25,600، في الثالث 28,800، في الرابع 14,000، اجمالي 80,400. يبقى كأني ببدأ بإجمالي الساعات اللي موجودة في موازنة الأجور. ده معطى هو من موازنة الأجور. قال لي طيب التكاليف الإضافية المتغيرة كل ساعة عمل بتكلفني ريالين تكاليف إضافية. يبقى ال 12,000 دول أروح ضربهم في 2 يبقى هيكلفوني تكاليف متغيرة 24,000. وال 25,600 بتوع الربع الثاني بضربهم برضو في 2 كل ساعة عمل بتكلفني ريالين تكاليف إضافية، يبقى الإجمالي 51,200. في الربع الثاني 28,800 ساعة أضربهم برضو في 2 يطلع لي هنا 57,600 ريال. في الربع الرابع 14,000 أضربها في 2 ب 28,000، وهكذا. يبقى أنا جبت هنا التكاليف ايه؟ التكاليف الإضافية المتغيرة. قال لي إيه كمان؟ افترض إن التكاليف الثابتة 70,300. مبلغ ثابت. آدي التكاليف الثابتة المتوقعة مبلغ ثابت 70,300.
طب ايه رايكم؟ لو جمعت المتغير زائد الثابت لكل ربع، يعني كل ربع اجمع المتغير زائد الثابت في كل ربع، اقعد اجمع المتغير زائد الثابت في كل ربع، المتغير زائد الثابت يدينا ايه؟ يديني اجمالي التكاليف الاضافيه المتغيره والثابته. طيب خطوه اخيره، قال لي افترض ان الاهلاك 15000، عايز اطلع المدفوعات النقديه للتكاليف الاضافيه، يعني التكاليف الاضافيه اللي هدفعها كاش في الربع الاول كام؟ تيجوا نحسب كده مع بعض. مش احنا اتفقنا الجزء المتغير 24 والجزء الثابت 70 و300؟ طيب اجماليهم اهوت، الاجمالي بيساوي 94 و300. طب هل ال 94 و300 كلهم عايزين يندفعوا كاش؟ انتوا خدتوا قبل كده ان الاهلاك، خدتوا قبل كده ان الاهلاك، ها الاهلاك مصروف نقدي ولا غير نقدي؟ اهلاك الاصول مصروف نقدي ولا غير نقدي؟ تمام، مصروف ورقي، برافو عليك، يعني معناها غير نقدي. طب لو انا عايز اطلع المصروف النقدي كام؟ اقول له بقى اجمالي التكاليف 94 ناقص ال 15000 بتساوي 79 و300. معنى كده ان مبلغ المدفوعات النقديه للتكاليف الاضافيه في الربع الاول 79300، في الربع الثاني كان اجمالي التكاليف 121500، اشيل منها برضه نفس ال 15 يطلع لي المدفوعات النقديه 106500. تمام، في الربع الثالث برضه هطرح نفس المبلغ 15 يطلع لي 112 و900. في الربع الرابع نفس الكلام، يبقى معنى كده في كل ربع علشان اطلع اجمالي التكاليف الاضافيه اللي هتندفع كاش اخد اجمالي التكاليف المتغيره والثابته واشيل منها مين؟ واشيل منها الاهلاك. يبقى احنا خدنا مع بعض موازنه المبيعات وموازنه الانتاج وموازنه الاجور وموازنة التكاليف الصناعية غير المباشرة. كفاية علينا النهاردة الأربع موازنات دول، هناخد عليهم على فكرة كمان تمارين إضافية على الموازنات كمان المحاضرة الجاية اللي هي هتبقى يوم السبت الساعة 10 بإذن الله. أي استفسار يا شباب؟ جزاكم الله كل خير جدا. الحاجة اللي أنا بقولها لكم فقط هي دي الحاجة اللي انتوا تهتموا بيها وده المقرر بتاعكم، غير كده ما انتوش مطالبين بأي حاجة تانية. عفوا، نراكم على خير بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.